انطلق الشوط الثاني للتقسيمة الأولى. اللعيبة بتحاول تطلع كل اللي عندها، والمدربين في قمة تركيزهم عشان ما يفوتهمش أي موهبة. كل ما الوقت بيفوت كل ما الماتشات بتسخن اكتر، وكل ما اللعيبه بيدخلوا في الاجواء والتركيز اكتر. يمكن ده اللي كان محتاجه عبد الله، المهاجم اللي لفت نظر المدربين بعد فرصه الكتيره اللي ضيعها على المرمى واللي كانت كفيله تحبط اي لعيب. احنا كلنا ضيعنا، ايه المشكله؟ فاهم قصدي؟ ما تتحرجش ماشي؟ يلا شد حيلك. كمل، اوعى توقف يا عبد الله. طول ما عندك حلم ومصدق فيه فانا مش خايف عليك ولا يهمك يا عبد الله. ثبت في حلمك وتنك وراه. بس كان واضح لكل اصراره الكبير على احراز هدف. وده اللي نجح فيه اخيرا عشان يحتفل احتفال زود اهتمام كابتن احمد الكاس. عبد الله كانت عيني عليه من البدايه، لقيته بيلمس الكره كويس، كنترول كويس، تحركه كويس، وعنده رؤيه. بعد ما احرز الهدف لقيته بيطلع حاجه بس مش عارف ايه هي، ولقيته يعني شكله كده منهار شويه، وهو طالع انا رحت رايح له: يا عبد الله عامل ايه يا حبيبي؟ تمام؟ ايه اللي جون الجميل ده؟ كنت في حاجه بتطلعها بعد ما جبت الهدف؟ كان نفسه ان هو يشوفك انك انت لعيب كوره؟ طبعا كنت انا نفسي. انا عايز اقول لكم يعني ده والد عبد الله، وانا فوجئت ان هو بيطلع حاجه فبيبوسها. عايز اجيب جون عشان خاطر ابويا الله يرحمه، كنت نفسي اجيب الجون ده عشان اعديه ليه هو، عشان كده بوست الصوره، عشان فعلا وحشني جدا. انا اللحظه اللي عبد الله وهو طالع فيها وبتكلم معاه وصدمني في ان هو بيقول لي انا طلعت صوره والدي، هي دي اللحظه اللي انا يعني استرجعت في حوالي مثلا دقيقه كده ذكريات والدي الله يرحمه، فحسيت بالابوه فعلا. ان شاء الله باذن الله تحقق امنيه والدك اللي كان بيتمنى، اكيد بيتمنى انك انت كنت تبقى لعيب مش كده؟ ان شاء الله باذن الله. خد وربنا يرحمه، شد حيلك، وفي نفس الوقت لازم تركز بقى انك انت تحقق امنيته ان شاء الله باذن الله، وما تنسوهوش من الدعاء، لازم تدعي له على طول. يلا بالتوفيق ان شاء الله عبد الله، شد حيلك حبيبي.